متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. دابا سالت الانتخابات، بانت النتائج، ولكن تنعيش واحد المرحلة تاع التحالفات الحزبية ما بين مجموعة من الأحزاب من أجل تشكيل المكاتب المسيرة، وأيضا من أجل اختيار رؤساء الجماعات المحلية والمقاطعات. شد لي نقطع عليك، هذا هو الشعار ديال الآن التحالفات السياسية على مستوى مدينة الدار البيضاء، حيث لحد الساعة يعني باستثناء مقاطعات قليلة ما بانتش الخريطة السياسية في مجموعة من المقاطعات. من أجل مناقشة القضية دي نستضيف السي يوسف رخيص، مستشار جماعي بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء. السي يوسف مرحبا بك. مرحبا سي بوستا، اشكركم على الدعوه. هذه المره الثانيه انت تكون عندنا ضيف. شكرا. ولكن هذه بجديد، انك انت عاوتاني رجعتي لمجلس المدينه. تمام. عوده ميمونه ان شاء الله. السي يوسف، كما قلت الان التحالفات باقي ما بيناتش لينا الخارطه السياسيه على مستوى مدينه الدار البيضاء، سيما على مستوى المقاطعه الانتخابيه. علاش هادشي وقع؟ اولا ما تفوتنيش مناسبه باش نشكر ابناء الحي المحمدي اللي عاود شدوا الثقه فيا باش نشتغلوا ونكملوا الاوراش اللي كتنتظرنا ساكنه. اكيد باقي هاد الرؤيه بقى غير واضحه بالنسبه للمقاطعات. اولا نمط ديال الاقتراع مفرش بعض الاغلبيات المطلقه. كنعرفوا بان اليوم كاين واحد احتساب المقاعد بواحد الطريقه جديده، وهي اللي ما عطاش واحد الاغلبيه مطلقه. الا خديت مثلا على مستوى ديال الحي المحمدي، اللي عندنا 21 عضو تقريبا، الحزب الاول جاب 4، الحزب الثاني جاب 4، الحزب الثالث جاب 4 المقاعد. اذا اكيد بان هذه العمليه خاص تحالفات. بالنسبه للمقاطعات اللي ما جابش واحد الاغلبيه تقريبا اللي هو 50% وما يزيد، كاين هاد التحالفات اللي باقه ما واضحاش المعاليم، علما حنا كنا كنعرفوا سابقا التحالفات كتكون غالبا من الحكوميه وكتنعكس على الجماعات والمقاطعات. حتى دابا كيخرج واحد القرار بان واحد التوجه عام بان التحالفات تاع الجماعات خصها تكون انسجاما مع النتائج تاع الانتخابات، يعني الثلاثه الاولين هما خصهم يتحالفوا مع بعضياتهم، الاسرى والمعاصره، الاحرار، الحزب الاستقلال. واش هادشي تيبان على مستوى الواقع؟ بعض المقاطعات باش اسمها ديال الدار البيضاء يمكن هاد التوجه يخدم، ولكن بعض الاماكن راه كيكون عندك واحد التحالفات مع احزاب اخرى اللي غتكون تكمل لك النصاب. اصلا كما قالوا لك على 21 الحزب اللي هو الجهه الاول جاب 4، يعني المقاطعات ما عندها حتى علاقه بمجلس المدينه. اعتقد بان المقاطعات كتخدم فيها سياسه القرب، العلاقات اللي كاينه، جوج الاعضاء اللي كاينين، كاين اعضاء قدام وكاين اعضاء جدد، كيفاش كيفيه الاشتغال معاه. انا اعتقد بان لونجو ماشي كبير بالنسبه للمقاطعات اللي كاينين. ما كنتكلموش على مدينه الدار البيضاء، على واحد التوجه اخر. واللي يمكن ملي كنتكلموا على 450 مليار سنتيم كميزانيه، كنتكلموا على اوراش كبرى اللي كانت عطى انطلاقه ديالها صاحب الجلاله 2014 2015 اللي كانت هي ديال 33 مليار ديال الدرهم، اللي باقي ما تكملاتش. اليوم خاص هذا المجلس يشوف الفريق ويكون متماسك منسجم باش يمكن يكمل هذوك حتى الفتره اللي جايه. خاص يعني يكونوا رؤساء المقاطعات، والمقاطعات تلعب واحد الدور اللي هو كبير، يعني باش تخرج هذيك المشاريع اللي عندها علاقه بسياسه القرب. لان المشكل في تسيير مدينه الدار البيضاء كما تيقولوا بزاف تاع المتتبعين، هي ديك سياسه القرب اللي ما كايناش بالشكل اللي هو المفروض انها تكون. حنا في هذا المجلس ديال 2015 2021 كان نقول اقصاء كبير ديال مجموعه الاحزاب اللي ما شاركتش، وكان الدور ديال المنتخب كيقتصر غير في الدورات واللجان، لان ما كانش اشراك المنتخب. علاش؟ لان كان واحد الحزب معين اللي كان عنده اغلبيه مطلقه، واللي كان كيحط البرامج ديالو والمشاريع ديالو كينفذها، بخلاف المجالس السابقه اللي اشتغلنا فيها. كان واحد التفاهم، كان عندنا واحد الراي، كنا كنشتغلوا وكنا حاسين براسنا بان حنا راه منتخبين. للاسف الشديد هذه الولايه اللي كانت عندنا ما كانش عندنا دور في المقاطعه، يعني كان الان. ولكن العوده تاع مجموعه من المنتخبين دابا رؤساء المقاطعات اللي كانوا قبل عاوتاني يعني يحلمون بالعوده الى رؤساء المقاطعات، واش كاين الامكانيه اليوم؟ صعيب على واحد الحزب اللي كنقول، صعيب على الحزب اللي كانوا. لا ما تهضرش على فتره العداله والتنميه، الفتره ما قبل العداله والتنميه، يعني رؤساء المقاطعات اللي كانوا ما قبل من العداله والتنميه عندهم امكانيه، لان الناس المواطن
حتى المستشارين جربوا التعامل مع العداله الوطنيه، جربوا طريقه الاشتغال ولقاو بان ملي كدير واحد المقارنه كنلقاو ان الاشتغال مع احزاب اخرى كاين الدور ديال المنتخب، كاين التشاور، كاين شويه الديمقراطيه بهذا المفهوم، ماشي الديمقراطيه العدديه ولكن كان الديمقراطيه التشاركيه. انت بالنسبه لك يعني كمنتخب يعني في مدينه الدار البيضاء، ايضا متتبع للشان المحلي لمدينه الدار البيضاء، واش كنتي تتوقع انحدار البي جي دي في كازا؟ كنا كنسمعوا لان ما كانش انا في اطار الحملات، عرفت انا بان ما كانش تجاوب مع الحزب العداله الوطنيه، ربما ما بقاوش باش نقدر نكون في بلاصتهم، ربما ما كانش ديك السياسه القرب مع الناس، ربما بعدوا شي شويه على المواطنين. وحنا ملي كنا كنديروا الحملات ديالنا كنا كنلقاو التجاوب، ربما المتعاطفين اللي كانوا جاوا صوتوا في 2015 على العداله الوطنيه ربما عاود شافوا طريقه الشغل ديالنا وطريقه الشغل ديال العداله وعطونا الصوت ديالهم، لان ربما كاين هناك جيل بغيو واحد التغيير، بغاو ربما شافوا حتى المشاريع حتى ديك الوعود اللي كانت تعطات ما تنفذاتش. فلهذا ما ننساوش بان جل ديال المستشارين اللي كاينين هما ابناء الحي المحمدي، كنتكلم على المنطقه الاخرى، اذا المحاسبه غتكون مع ذاك المواطن اللي كيشوفك يوميا ديك المقاله اللي كتكون فيها في المكان اللي كتواجد فيه في الحي المحمدي. الاتحاد الدستوري بشحال تيحلم تقريبا من ترأس من المقاطعه في الدار البيضاء؟ يعني لا ربما يعني المقاطعه اللي فيها سي جودار بن مسيك تكون محسومه، ولكن باقي المقاطعات ربما ثلاث مقاطعات اللي يمكن لها تكون ان شاء الله ثلاثه المقاطعات في الدار البيضاء، المستوى ديال الدار البيضاء ربما هذا هو التخمينات ديالنا والطريق الاتجاه فين غيمشي. هو يقدر حزب الاتحاد الدستوري يوصل لهذا العدد هذا؟ اكيد اذا اشتغلنا جميع مع الفرقاء ديالنا مع الاخوان اللي معنا في الهيئات اكيد نقدروا نوصلوا لهذا العدد. كاين بعض الجامعات اللي هي محسومه، شي جوج جامعات، باقى واحد الجامعه اللي فيها الرد اخذ والرد، ولكن اكيد بان هذه المقاطعات ربما كانوا دائما دستوريين، ربما غيرجعوا للاتحاد الدستوري. وعلى مستوى الوجود ديالكم في مدينه الدار البيضاء 11 العدد اعتقد اللي كاين عضو في مجلس مدينه الدار، هو تراجع انتم ولا تراجعتوا في مدينه الدار؟ اكيد اكيد ربما خصنا حنا كمنتخبون حزب الاتحاد الدستوري ندير واحد اللقاء، ندير واحد التقييم، باقي ما ريحناش مع السيد الامين العام، مع الكاتب الجهوي سيد محمد جودار، تعرف دابا كاين اشكاليات ديال التحالف ديال ترأس المقاطعات والجامعات، ولكن اكيد غادي نريحوا ونشوفوا فين خفقنا، كيفاش نعاود نردوا الامجاد ديال حزب الاتحاد الدستوري، ربما عن طريق المقاطعات اللي غنشتغلوا فيهم وغادي نردوا لهم الاعتبار، ربما خاص الاداره ديال الاتحاد الدستوري تعطي واحد الاولويه كثيره للمستشارين. اتمنى باش ندير واحد المراجعه ديال الحزب ديالنا، المجرى صحيح الحمد لله كاين فريق يشتغل، الامين العام عنده تجربه، عنده حنكه، لان يعني كان دوز عمده مدينه الدار البيضاء اكبر جامعه على مستوى المغرب، ولكن ربما خصنا واحد الفريق يشتغل الى جانب السيد الامين العام. سي يوسف شكرا جزيلا على قبول الدعوه، متتبعي قناه انفاس بريس الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.